نروح بقى وننتقل للنادي الاهلي يا كريم ولجنه الطفل تحديدا. بنحب ان احنا نعرض لحضراتكم برضو النشاطات المختلفه اللي بتتم في النادي خدمه للجماهير والاعضاء. احنا هنتكلم النهارده عن لجنه الطفل تحديدا، هي نظمت يوم للتعريف بنشاط الكشافه، ده كان تحت اشراف اللجنه العليا للجان وكان يوم جميل جدا. تعالوا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. احنا النهارده بيشرفنا في اكاديميه الكشافه عيش سفاري ان احنا نتواجد مع اللجان في النادي الاهلي. احنا النهارده اول يوم لينا ان شاء الله، وهدفنا النهارده او هدف الكشافه عامه مع السن الصغير ان احنا نخلي الاولاد كلهم يعتمدوا على نفسهم طول اليوم بعيد عن بابا وماما اطلاقا. يعني الولد هيقدر يعيش من اول اليوم لحد اخر اليوم ما يستعينش باي حد، هيعمل اكله وشربه وكل حاجه بنفسه، هينام في الخيم، هيعيش على الطبيعه. يعني كل يوم كله هيبقى طبيعه بعيد عن اي حد يعاونه اطلاقا. ده اللي احنا النهارده ان شاء الله لمده ساعتين معاكم هنبدا مع الولاد نعيشهم موضوع التعاون والاعتماد على النفس. يوم كالعاده النادي الاهلي بيبسط الولاد، بس النهارده الايفنت مختلف تماما. ده تاني حدث من يعني اللي حصل في الجزيره بعد اجازه نص السنه، وهو الكشافه. الكشافه احنا بصراحه يعني هنا اللجنه بتعمله عشان الولاد يعتمدوا على نفسهم. هو معسكر صغير للكشافه حاصل لمده ساعتين. الولاد بتعتمد على نفسها، بيعلموهم يعتمدوا على نفسهم لو هيقضوا يوم كامل من غير اولياء الامور، لو هم صادفوا اي حاجه، حاجات صعبه بره في يعني يقابلوها، فهم يقدروا يتعاملوا معاهم ويعتمدوا على نفسهم. طبعا هيبقى في انشطه كتير مختلفه، منها ان هم ازاي يعملوا خيمه لوحدهم، منها ان هم يتعلموا عقد الربطات، الاسعافات الاوليه اللي المفروض ان هم يتعاملوا بيها كاطفال. يوم الكشافة ده احنا كنا بنتمنى ان احنا نعمله من بداية اللجنة من سنة فاتت، لانه هو في حاجات كتير قوي مهمة، يعني اهمها مثلا المواطنة. هو ايه هي المواطنة؟ العلاقة ما بين الفرد والاخرين والمجتمع اللي حواليه. فبالنسبة للنشاط الكشفي هو دي اهم حاجة بيعملها، علاقة الولاد بالجروب اللي معاهم وعلاقتهم بالقائد. تاني حاجة مثلا الحياة الصحية، هو الكشافة ايه غير سباحة وجري وتريض وتسلق؟ كل الحاجات دي برضو بتساعد وبتدعم الحياة الصحية. في كمان أهم حاجة القيادة. أي طفل أو أي فرد هيشترك في الكشافة هو يعني أخره ومسيره أنه هو يبقى قائد. فهي حكاية كلها أنها تسلسل قيادة، أنه هو يبقى مجرد بيعمل نشاط كشفي لغاية ما يتطور معه ويبقى قائد. فهي دي من أهم الحاجات اللي في الكشافة. يعني الكشافة هي مجموعة ناس بيروحوا الغابة أو الصحراء عشان خاطر يستكشفوا أماكن ويتفرجوا على المناظر الطبيعية، والتعاون والثقة بالنفس والاعتماد على النفس وان انا اتعاون مع الناس عشان خاطر نعمل، عشان خاطر كلنا نبقى مع بعض عايشين. يمكن من الامور اللطيفه والمميزه لبرنامجنا في 10 الصبح في الاهلي ان احنا دايما بنلقي الضوء على كل اشكال الرياضات والانجازات اللي بتتحقق بشكل عام في رياضات تانية، إلى جانب طبعا كلامنا عن كرة القدم. دايما كرة القدم بطبيعة الحال هي معشوقة الجماهير، وهي اللي بالتالي بتاخد النصيب الأكبر من الاهتمام ونسب المشاهدة، لكن الحقيقة في عندنا أبطال في مجالات مختلفة ورياضات مختلفة دايما مهضوم حقهم. فمن الحاجات الحلوة عندنا يا نهاوند فعلا إن احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم عن هذه النوعيات المختلفة من الرياضات.